يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. يا استاذ ابو المعاطي، ازي حضرتك؟ كل سنه عامل وانت ايه؟ طيب. معانا الاستاذ محمد ابو علي زميلنا في فيتو، وكان له صولات وجولات في موضوع ابراهيم عادل، نعرف منه التفاصيل. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ ومكسر الدنيا بقناتك على اليوتيوب. ربنا يخليك يا استاذ ابو المعاطي، ده شرف ليا طبعا. برحب بالتوفيق، بحضرتك وكل متابعين حضرتك، كل سنه طيب ده شرف لينا. وكل سنه ومصر كلها بخير يعني. اتفضل. ايه موضوع ابراهيم عادل وانفرادك في هذا الامر؟ لان انا كلمت امير توفيق قال لي إيه، انا ما قعدتش مع حد وكلام بالشكل ده، ممكن محبين من النادي يعني. فانت كنت عامل سبق في هذا الامر. ولازم اعطي، احنا من حوالي يمكن 4 ايام كده او حاجه، زي ما كنت بتكلم مع حضرتك على القناه يعني بتاعتي ابو علي تي في على اليوتيوب. اسمها ابو علي ايه؟ علي، قول بالراحه عشان الناس تسمع. ابو علي تي في. ابو علي تي في على اليوتيوب، كلنا نتابعها. محمد ابو علي قريب جدا من اللعيبه وعنده انفرادات حلوه. اتفضل يا محمد. ربنا يخليك يا ريس. فكنت اتكلمت في قصه ابراهيم عادل، ما كانش حد لسه اتكلم فيها، وقلت ان الاهلي من ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، وان اللاعب عقده بينتهي في شهر 6، وان في بعض المقربين او المسؤولين او يعني الناس المنتمين لنادي الاهلي قعدوا مع ابراهيم ويعني اللاعب مضى معاهم، وان موقف الاهلي سليم، خاصه اللاعب على الترانسفير ماركت زي ما حضرتك كنت بتقول امبارح. والترانسفير ماركت حضرتك عارف ده بيبقى يعني عليه كل الداتا وكل التفاصيل الصح بتاعت اي لعيب موجود في العالم يعني. ينتهي في شهر 6 السنه دي. وقلت ان مسؤولي بيراميدز لما عرفوا الموضوع وقعوا على اللاعب غرامه 50,000 جنيه ونزلوه يتمرن مع فريق الناشئين. واتكلمت في القصه دي، حتى في بعض المسؤولين في بيراميدز كلموني، وفي بعض اللعيبه هناك قالوا لي انت عرفت منين الكلام ده وبتاع. فيعني المهم اتناقشت معاه وتاكدت من صحه الخبر وصحه العقوبات اللي وقعها بعد ما انت قلت تم اعلان. بالظبط. فالكلام طلع بعد كده ان مفيش حاجه من الكلام ده، وي وي وي. انت عارف طبعا اي مسؤول في اي نادي او اي حد بيطلع يكلمه، لا انا لسه مفيش اي حاجه، مفيش حد هيطلع يقول انا مضيت مع لعيب او خلصت صفقه او الكلام ده. طبعا. بس انا شايف ان دي يعني شطاره من مسؤولين النادي الاهلي، ان لعيب يكون عقده بيخلص ولعيب مميز ولعب مع منتخب ناشئين. طب هم رجعوا تاني؟ رجعوا تاني قالوا ان العقد مكمل، ايه رايك؟ هو قيل بعد كده بقى نفس القصه بتاع الكهرباء، ان اللاعب عنده عقد وان تم توثيق العقد والكلام ده. بس انا بقول لحضرتك الكلام ده يعني في جزء كتير يعني كبير جدا من عدم الصحه، وان ابراهيم حتى رافض الكلام ده، كانوا طلبوه ان يبقى موجود معاهم في مباراه المقاصه في بطوله الدوري اللي انتهى بالتعادل اللاعب اول امبارح. رافض بالظبط ان هو يروح، وكان في مشكله كبيره، حتى يعني بعض المقربين من النادي الاهلي كلموا اللاعب وقال لهم انا مصمم على موقفي وانا متمسك ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، انا مش هلعب، ما بلعبش مع الفرقه، وفي نجوم كتيره موجوده في الفرقه، وفي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه جوه الفرقه متضايقه من حاجات بتحصل، واكيد حضرتك طرحتها. لا احنا نحب نسمعك انت عشان برضو يعني تزيدنا من الشعر بيت زي ما بنقول يعني. بالظبط. فاللاعب متمسك ان هو يلعب للنادي الاهلي، خاصه ان النادي الاهلي محتاج اللاعب، واللاعب جوكر بيلعب اللي هو. طب موضوع العقد يا محمد، انا اللي عندي المعلومه اللي عندي يا استاذ معاطي، ان اللاعب عقده لم يتم توثيقه يعني، ده اللي انا متاكد. طب هل له وكيل مثلا سال او دور او كده؟ هو يعني انا المصدر بتاعي والكلام اللي انا اتكلمته مع الناس القريبه من اللاعب او اللي قالوا لي المعلومه، ان اللاعب بيقول ان انا عقدي ينتهي في شهر 6، وان انا العقد بتاعي لم يتم توثيقه اللي هو الجديد. طيب محمد ابو علي صاحب قناه ابو علي تي في وزميلنا الصحفي المتميز في موقع فيتو، انا عارف انك مقرب من حسين الشحات، وانا لسه بقول ان حسين الشحات خارج النادي الاهلي بنهايه هذا الموسم للخليج يعني. رايك انت ايه في الموضوع ده؟ وكيف ترى مستقبل حسين الشحات مع النادي الاهلي؟ هو يعني انا يمكن مش حسين بس، الحمد لله انت عارف حضرتك لعيبه الاهلي اغلبهم يعني اصدقاء مقربين وموجودين في النادي، فحسين من اللعيبه اللي للاسف تعرض لضغوط كتيره جدا وما عرفش يرجع نفسه بسرعه تاني للتركيز في الملعب. يمكن اللاعب كان يعني بدنيا كان راجع مش كويس، ولعب موسم مش يعني مش في البدايه، فده خلى الناس تستنى او تدور على حسين اللي كان موجود في المقاصه او في العين الاماراتي، وللاسف ما جابش مستواه، ضغط مع ضغط مع ضغط. وزائد ان حسين كمان
نقدر نقول ان هو يعني ايه، عارف يا استاذ معاقي، ما تعبش نفسه او ما داس على نفسه قوي ان صحيح، هو يرجع وده نفسه، عيبه. واستسلم للضغوطات، وبعض الناس اللي حواليه قالوا لا انت كويس، انت زي الفل، لا تمام، لا كمل، ايه خارج بعد كده؟ الأهلي، إلى الخليج، إلى الإمارات، ولا السعودية، ولا فين؟ حسين يعني بنسبه كبيره جدا مكمل في الاهلي، مش ماشي، والناس في الاهلي متمسكين بيه. انت عارف زمعتي الاهلي ما عندوش طب خلينا نتراهن بقى ايه. دلوقتي أنا وأنت، طيب هقول لحضرتك حاجه، حسين خارج الأهلي. هقول لحضرتك حاجه، الناس لحد دلوقتي متمسكين ما هو بحسين. محدش هيقول له مش هو مش هو مش قادر يساعد الناس ولا يدي ولا يدي. انا هقول لحضرتك، بس هقول لحضرتك يعني معلومه اكيد حضرتك عارفها، احنا عندنا الدوري بينتهي في اخر 9 او في تسعة بدايه شهر 10، صحيح، التعاقدات في الخليج بتبدا في شهر 6 اللي جاي، فالاهلي عنده التزامات في بطوله الدوري، وعنده التزامات في السوبر المصري والسوبر الافريقي، وعنده التزامات في دوري ابطال افريقيا في حاله انه باذن الله كمل في دور الثمانيه وقدر يكمل في البطوله، فالاهلي هيبقى صعب جدا يفرط في اي لعيب، خاصه لا حسين. انا ليه بقول افريقيا، حسين؟ افريقيا تخلص نص سبعة. ما انا عارف، ما انا بقول لحضرتك هو بقى هو بقى هو عليه ان هو يشتغل على نفسه، يقرص على نفسه زي ما انت بتقول، عشان الناس بالظبط. تتمسك انا بيه، بقول كل الناس بتدعمه وبتسنده. ما هو انا مش بتكلم في حته ده، انا بتكلم حضرتك ليه حسين مكمل؟ حسين الوحيد اللي بيلعب في الوينج اليمين دلوقتي في الاهلي، يمكن كهربا بيلعب ناحيه الشمال اكتر، طاهر بيلعب ناحيه الشمال اكتر، جونر اجاري ناحيه الشمال اكتر، فالاهلي عنده ناحيه الشمال دي ما كانش موجود غير احمد الشيخ وحسين الشحات، احمد الشيخ مشي في نهايه الموسم اللي فات، فما فيش غير حسين دلوقتي. حتى الاهلي زي ما حضرتك قلت كده امبارح على قصه احمد سمير لاعب قراع الجيش، الاهلي مركز ان هو يتعاقد مع حد صحيح، ناحيه الوينج اليمين ده يبقى موجود مع حسين، لكن انا دلوقتي ما عنديش غير حسين، فهو الامل ان الناس يعني او اللي عرفته ان حسين يشتغل على نفسه بشكل كويس يا جدا ريت بدني. يا ريت يا محمد والله يشتغل على نفسه ويرجع، انا نفسي يرجع. انا قلت الكلام ده، انا عايز بس ازف يعني لحضرتك بشر، انا يعني للاسف ما اعرفش حضرتك قلتها ولا لا، وليد سليمان وليد 90 سليمان ان شاء الله 100% موجود، هو اكرم توفيق. 100% اكرم امبارح. ووليد طبعا نتمنى الحمد لله. السلامه لوالده، والده كان تعب امبارح ووداه المستشفى، والد مين؟ ووالد وليد سليمان كان تعب امبارح ونقله المستشفى عشان لا كده ما راحش. لا اسال عليه دلوقتي واطمن عليه، ده راجل محترم وليد. وليد طبعا من الناس الصديق واخ وانسان صحيح. يعني عارف في الملعب، بس بنتمنى الشفاء لوالده يعني يا استاذ المعاطي، ووليد موجود في ربنا المعسكر يشفي والد برضه. الكابتن وليد سليمان، ودعواتنا ليه قبل الفطار وعلى الفطار. وليد من العناصر المتميزة والمحترمة، وإنسان بمعنى الكلمة، وحد يعرف ربنا كويس قوي. وربنا يوفق حسين الشحات يا محمد. ربنا يوفق اللعيبة كلها، ونتمنى ان ربنا أنا يكرمه نفسي ويعدي حسين ان شاء الشحات الله. يفوق والله يا محمد. والله كلنا يا استاذ المعطي يا يعني رب. كلنا نفسنا وكلنا توقعاتك إيه نتمنى. للقمة يا محمد؟ انا اتوقع يعني الماتش يخرج تعادل، يعني انا يمكن معايا بنسبة والتعادل يبقى 90%. مكسب للأهلي في ظل الظروف اللي بيمر بيها. هو الاهلي بيلعب على طول على المكسب والله يا استاذ المعطي، يعني هو الظروف أنا رأيي إن عارف حضرتك المباراة سوف تحمل مفاجآت. هو انت حضرتك استاذنا وعارف قد ايه الاهلي يعني في ماتشات كتيره الله جدا، يحفظك. يمكن لو في احوال كتيره جدا الناس كانت بتتوقع ان الاهلي يتغلب، يكسب. لو تفتكر ماتش علاء صادي 1-0 الاهلي كان عنده غيابات كتيره جدا وعنده اخلاق غيابات كتير قوي وعناصر اساسيه ومؤثره، خط الدفاع كله متغير ما عدا بدر. يعني عنده والتر بوالي، عنده مروان محسن، وعنده صلاح محسن، وعنده اكرم هيبقى موجود بره، فالاهلي عنده فرقه ان كان على الدكه كويسه او في الفريق الاساسي كويسه، فاتوقع ان الماتش مش هيبقى سهل. ان شاء الله باذن الله. شاكر للناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد ابو علي، زميلنا في ريتو واحد المقربين من نجوم النادي الاهلي. شكرا يا استاذ محمد، شكرا الله يحفظك، الله يبارك فيك.